السلام عليكم. بتمنى لكم الأزول الله في أيام هذو تاع الشتاء تاع البرد وتاع الشتاء اللي طاحت الله يبارك ما شاء الله. اليوم رانا 7 ديسمبر، يعني مازال ما تخشتش وصوا، بصح الأيام باردة الله يبارك، فات علينا أيام باردة وشتاء طاحت الله يبارك، ملي أزول الله مازالت خضراء. ها هي هاي قدامكم مازالت خضراء الله يبارك، مازال ناكلوا منها الخروف، ياكل منها الدجاج عرب، ياكل منها الداند. هذه عندها اليوم 5 ايام راهنا مخزونه مستوكيه، 5 ايام اللي قلعناها وراهي دايرها على دائما على شباك باش تكثر مليح من الماء، وراني نوكل منها. ومادام اليوم جات يوم مشمس وشباب، راح نقلعوا اليوم نقلعوا الازولا من الباسان، نديكم نشوفوا الباسان تاعي كيف داير. السلام عليكم. هاي الازولا هنايا راهي في الباسان، درجه حراره في الليل 4-5 على الصباح 9 في النهار كيما هكا ذو الايامات مشمسه، هاي تلحق نقولوا 14-15 درجه، بصح كانت ايام اللي فاتوا كانت تلحق حتى 4 درجات 5 درجات في الليل. وهينيا راهي مازالت خضراء الله يبارك. هينيا كان عندنا غرس هنا بزاف، ما نجوش نهبطوا تحت باه نقلعوا الازولا، صنعنا طريق روحنا اوموا باه انسان ينجم يهبط ويقلع. هاي الازولا مازالت خضراء الله يبارك، انا نجمو نقلعوا منها. ما زالت خضراء الله يبارك الازولا، هاي هي خضراء، هاي برك شو راح نقلعوا قدامكم وتشوفوها احسن. دوك رانا نليمو فيها، شوف انا نليمو فيها باه تجي عندنا هنايا ونطلعوها في الباسينه. برك في فصل الشتاء مادام البرد راه كاين ما نقلعوش قال باسان، لازم نخلوها باه تبقى هي تدفي روحها، تبقى مليمه وتدفي روحها. راح نقلعوا منها وها نقلعوا شويه، يعني ربع تاع الباسن ولا والاخرى نخلوه. ها قلت لكم يعني مش مخا، دوك هذه حاجه باينه راهي مش مخا. مثلا نقلعوا